موجز الأخبار المحلية مع زينة كرم على الشرق الأوسط 1450 AM. ارتفاع أسعار الكهرباء في كيبك بنسبة 2.4% اعتبارا من الأول من نيسان أفريل المقبل. مروة تساند وزيرة العمل والتضامن الاجتماعي أنياس مالتي. برنار تريباني الغائب الحاضر أمام لجنة شاربونو. صباح الخير. أقرت أمس هيئة الطاقة المطلب الذي تقدمت به شركة الكهرباء إيدرو كيبك لرفع الأسعار، إنما عدلت في النسبة المطلوبة، حيث وافقت الهيئة على رفع الأسعار بنسبة 2.4% بدلا من 3.4% اعتبارا من الأول من نيسان أفريل المقبل، مع التذكير أن شركة الكهرباء تقدمت في الأساس بطلب لرفع الأسعار بنسبة 2.9% ومن ثم عدلت في الطلب لرفع الأسعار إلى 3.3% ومن ثم إلى 3.4% في أعقاب اعتماد الموازنة التي طرحتها حكومة بولين مروى، والتي بموجبها تم إلزام شركة الكهرباء برفع العوائد السنوية بمحاولة للمساهمة في الجهود الرامية لإلغاء العجز في الموازنة. وأصدرت الحكومة مرسوما بهذا الشأن لحث المؤسسة على التوصل إلى أرباح صافية بواقع 2.7 مليار دولار للعام المالي الحالي. تمثل الزيادة الجديدة على الأسعار قرابة 30 دولار بالمعدل سنويا بالنسبة لزبائن شركة الكهرباء في القطاع السكني. في سياق متصل، يبدو أن حكومة بولين مروى عازمة على إدخال تعديلات على تشكيلة مجلس إدارة شركة الكهرباء إيدرو كيبك، مع الإشارة إلى أن رئيسة الوزراء أعربت عن ثقتها مؤخرا بالرئيس والمدير العام للشركة تيري فاندال، ما يعني أن مصيره على رأس المؤسسة الحكومية غير معرض للخطر، علما أن الحزب الليبرالي جدد مهمة فاندال على رأس إيدرو كيبك قبل الانتخابات العامة. من جهة أخرى، أكد حزب التحالف من أجل مستقبل كيبك أن شركة الكهرباء قد أخفت عمدا منذ عام 2012 أن إصلاح المفاعل النووي جانتيي 2 لن يكون مربحا، متهما إياها بأنها أهدرت مليار دولار من الأموال العامة دون جدوى لتحضير أعمال الصيانة. من هذا المنطلق يطالب زعيم الحزب فرانسوا لوغو بإقالة فاندال من منصبه. ارتفعت مجددا حدة الاستياء بسبب الإصلاحات التي تعتزم الحكومة في كيبك إدخالها على برنامج المساعدات الاجتماعية، وجرت مظاهرات في عدد من المدن الكبرى موريال، كيبك وتروا ريفيير للتنديد بما أسمته المنظمات المدافعة عن حقوق المستفيدين من المساعدات الاجتماعية بالاقتطاعات. وطلب المتظاهرون بسحب مشروع القانون الخاص بإصلاح البرنامج على الأقل بنسخته الحالية. هذا وتتخوف المجموعات المدافعة عن المستفيدين من المساعدات الاجتماعية من تراجع قيمة المساعدات اعتبارا من الأول من شهر حزيران جوان المقبل تاريخ دخول الإصلاحات حيز التطبيق، هذا فضلا عن تأثير الإصلاحات الفيدرالية التي تطال برنامج ضمان العمل. حاولت أمس الأربعاء رئيسة الوزراء بولين مروى مساندة وزيرة العمل والتضامن الاجتماعي أنياس مالتي من خلال التأكيد على عقد لقاءات فردية مع 13 ألف شخص ستطالهم التعديلات بشكل مباشر. من جهته، شكك الزعيم المرحلي للحزب الليبرالي في كيبك جان-مارك فورني بقدرة الحكومة على قرن القول بالفعل فيما يتعلق بالمقابلات التي ستجريها الحكومة مع الأشخاص الذين يحصلون على المساعدات الاجتماعية بالطبع، مشيرا بالوقت عينه إلى أن أعداد الذين يجب أن تعيد النظر الحكومة في ملفاتهم قد يصل إلى 30 ألفا. يشتد الخناق يوما بعد يوم على الغائب الحاضر أمام لجنة شاربونو المسؤول السابق عن جمع التبرعات المالية لحزب فيزيون موريال برنار تريباني، حيث فجر أمس المهندس فرانسوا بيرو قنبلة من العيار الثقيل، مع تأكيده أن شركة الاستشارات الهندسية جينيفار سددت بين عامي 2004 و2008 ما بين 300 ألف و400 ألف دولار لتريباني للمحافظة على نظام التواطؤ القائم،
وأكد بيرو أن جينيفار كانت تلجأ إلى فواتير وهمية لتسديد كل المتوجبات المالية عدا ونقدا. ووفقا لشهادة بيرو فإن هناك عددا من الأشخاص الذين قرروا غض الطرف عن الأساليب الملتوية للعمل. إلى ذلك مثل أمس الشاهد شارل موني أمام لجنة شاربونو، والذي أكد هو الآخر أن الشركات الكبرى للاستشارات الهندسية كانت متواطئة لتقاسم العقود العامة التي تمنحها البلدية، وذلك منذ عام 2000. وأخبر موني اللجنة بأن وهو كان يشغل منصب مهندس لدى شركة بي بي آر بين عامي 1998 و2010، أخبر لجنة شاربونو أنه سدد 4 مرات مبالغ مالية تتراوح بين 5,000 و25,000 دولار لبرنار تريباني، وبأن هذه الأموال كانت تشكل عمولة بنسبة 3% على العقود العامة. أكد المسؤول السابق في شركة اس ان سي لافالان جوزيف سليم أنه قد تعرض للفصل بشكل غير عادل عن منصبه بعد أن دق ناقوس الخطر بسبب مخالفات في الطرق المستخدمة للحصول على عقد في أنغولا، وهو يطالب اليوم بتعويض قدره 1,200,000 دولار من خلال شكوى رفعها أمس إلى القضاء. من جهة أخرى، وبعد سجن النائب السابق لرئيس شركة اس ان سي لافالان رياض بن عيسى في سويسرا، قامت السلطات السويسرية بالتحقيق مع سامي بيباوي الذي كان مسؤولا عن قسم البناء في الشركة، وذلك لغاية العام 2006 مع تعهد بالسماح له بالعودة إلى كندا. يبدو أن بيباوي رفض الرد على أسئلة المحققين حول الأموال التي تلقاها. أخذت وقائع جلسات الاستماع الأولية لقضية المتهم بالقتل لوكا روكو مانيوتا منعطفا مفاجئا أمس الأربعاء، حيث اتضح أن أحد محامي الدفاع قد يكون في موقف يعرضه لتضارب المصالح. بسبب حظر نشر المعلومات ليس بالإمكان الإفصاح عن الأسباب، إنما هذا الأمر أدى إلى انسحاب محامي الدفاع المعني بالأمر. وبدا مانيوتا متأثرا بفعل التطورات، هو الذي حافظ من بداية الجلسات على هدوء وبرودة أعصاب لا متناهية. أكد المرشح لزعامة الحزب الليبرالي في كيبك ريمون باشان أنه لم يعقد تحالفا مع المرشح بيير مورو للوقوف في وجه المرشح الأوفر حظا في السباق فيليب كويار. ويعتبر باشان أنه سيتم إجراء دورتين من التصويت لانتخاب زعيم جديد للحزب يوم الأحد المقبل لاختيار خليفة لجان شاري، وبأن حظوظه في الفوز لا تزال لغاية الساعة جيدة. تعتزم هذا الأسبوع وزيرة التربية في كيبك ماريما لافوا طرح مشروع قانون من شأنه إعطاء صلاحيات لإنشاء صفوف جديدة للحضانة وبشكل تدريجي اعتبارا من سن 4 سنوات في الأوساط الفقيرة. وسبق وأعلنت مالافوا عن عزمها إطلاق نظام لصفوف الحضانة اعتبارا من سن 4 سنوات، وذلك من مطلع شهر أيلول سبتمبر المقبل. كشفت دراسة حديثة أعدها باحثون من جامعة كيبك في موريال أن وسائل الإعلام الكيبكية تسهل عملية اندماج المهاجرين، فمن خلال تغطية الأحداث العامة أو الثقافية فإن وسائل الإعلام تعزز لدى المهاجرين الشعور بالانتماء إلى مقاطعة كيبك. انتهى الموجز، شكرا لحسن المتابعة.